طالما دخلت هذا الفيديو فأنت تريد تزيد من تركيزك مثل ما أنت تريد تقوي من ذاكرتك بالفيديو اللي قبله، فتابع الفيديو للنهاية حتى نحسن مهاراتنا الدراسية ونصير ندرس أفضل، حتى نتقدم، حتى نسبق أنفسنا مما لو ما حضرنا هيك أنواع من الفيديوهات ما فكرنا بهالمواضيع اللي قاعد أطرحها راح نبقى نفس ما إحنا. فإحنا الغاية أن نتفوق على أنفسنا، هذه الغاية الأساسية. تابع الفيديو للنهاية نشوف شنو موجود به. مساء النور شباب وبنات وكل قاعد يتابعوني. اليوم إن شاء الله الفيديو راح يتحدث عن التركيز. الفيديو اللي قبله تحدث عن الذاكرة. الذاكرة هي عبارة عن نقول إنه معلومات موجودة بدماغي وإنه أني أسترجعها، أوكي، أسترجعها وأعطيها بشكل جيد. فهذا كان زيادة الذاكرة. الفيديو اللي قبله تحدث عن هاي النقطة. أكو نقطة قبل هاي اللي هي أساساً شلون أني أدخل المعلومات. أنا تحدثت عن فكرة الذاكرة بس أكو نقطة بالتركيز. فيديو اليوم راح يتحدث عن زيادة التركيز ونقاط معينة راح نتعلمها عن التركيز بشكل أساسي، وللإشارة أيضاً وللتركيز أيضاً على نقطة معينة إنه هذا الفيديو راح يكون الفيديو الثاني من 3 فيديوهات بشكل أساسي. الفيديو الأول كان عن الذاكرة وهذا الفيديو راح يكون عن التركيز، وأكو فيديو ثالث عن شنو راح يكون نتعرف عليه إن شاء الله في المستقبل القريب اللي هو يمكن يوم. طيب هاي نقطة. النقطة الثانية نبلش مع التركيز. حتى نزيد من تركيزنا إحنا نواجه يعني نوعا ما شغلتين أو اتجاهين. الاتجاه الأول اتجاه صحي والاتجاه الثاني اتجاه نفسي عامل نفسي. الاتجاه الصحي انه جسمي لازم يكون صحيح، لازم يكون اني جسمي صحيح حتى اقدر اركز. الاتجاه الثاني لازم تكون نفسيتي مرتاحة، بالنهاية الافكار السلبية ما موجودة، فاكون اني مركز بالشي اللي قاعد اسوي سواء كان دراسة سواء كان عمل سواء كان انجاز اي شيء. المهم انه انا يكون مثلا عندي بهاي الساعة اريد اركز بشيء معين، مو مهم شنو هو، ممكن يكون دراسة او عمل بس المهم اريد اركز. طيب هاي نقطة. نتحدث بالاول عن الشيء الصحي. الشيء الصحي بشكل اساسي هو صحة الجسم. صحة الجسم تترتب بنقاط كثيرة. الصحة لها خلينا نقول ابعاد مختلفة. البعد الاول هو الغذاء. الغذاء أنا لازم يكون غذائي جيد، الدايت مالتي يكون جيد حتى أقدر أركز. حتى نفهم هاي العملية إنه إذا أنا أقعد الصبح يعني أنا نايم مثلاً الساعة خلينا نفرض الساعة 12، قعدت الساعة 8 يعني 8 ساعات ما ماكل، وأكيد أنا مو الساعة 12 أكلت، أكيد أكلت بعد الساعة 10 9 محتمل ماكل الساعة 8. فالمهم إنه يمكن أنا من 12 ساعة أو من 14 ساعة انه انا ما ماكل، فيعني من المؤكد انه من اقعد الساعة 8 تركيزي وادائي ما راح يكون بالمستوى العالي، اكيد راح يكون قليل لانه انا اساسا ما ماكل. غذاء طاقة ماكو بجسمي، اوكي، طاقة سلسة ماكو بجسمي. شنو طاقة السلسة؟ يعني معناته انه احنا نقدر نخزن دهون، نقدر نستخدمها كطاقة، بس الطاقة السلسة انه الغذاء اللي يصير قاعد ناكله راح يستخدم بشكل سلس اكثر. طيب هنا هاي النقطة لازم يكون اني الغذاء، مسألة الغذاء. الغذاء الصحي مو تناول، يعني مو مثلا اكو اطعمة راح نتحدث عن هذا الشيء، اكو اطعمة معينة تزيد التركيز بس، او اكو انواع معينة من الاكل والشرب يزيد التركيز بس. المسألة الاساسية هو انه غذائي يكون صحيح. يعني انا لازم اكل بروتين كافي، لازم اكل دهون كافية، لازم اكل كربوهيدرات كافية، اوكي، لازم يكون اكل الغذاء الشرب اللي نقول انه الحمية الغذائية، الدايت، النظام الغذائي مالتي رصين، يعني مستند على اسس صحيحة، يعني كامل مكتمل، اوكي، مكتمل منظم. طبعا شلون نعرف انه هذا الشيء يعني النظام الصحي مالتي منتظم؟ نفرضها بهذه الطريقة. لنفرض اني اكل بس سكريات او سوري بس كربوهيدرات،
كربوهيدرات قصدي بيها الرز الخبز الأشياء من هاي رز وخبز وإلى آخره. فإذا أكلت فقط دني اعتمد غذائي بشكل أساسي فقط دني فأنا يعني ما عندي بروتين وما عندي دهون. الجسم يحتاج البروتين ويحتاج الدهون ببساطة الأنزيمات وعدد من الهرمونات بأجسامنا تكون هي عبارة عن بروتينات ودهون بروتينات ودهون. الهرمونات أغلبها دهون يعني أنا مثلا من أتناول الدهون أنا قاعد أستخدم هاي الدهون حتى أصنع هرمونات. أكو هرمونات أنا ما أقدر أصنعها إلا إذا أكلت دهون معينة من الغذاء مالتي. والهرمونات تتحكم بالدماغ بشكل كبير يعني هو أساسا الجسم البشري مستند على التوازن الهرموني هرمون ريجوليشن الموجود بداخله. فبما معناته أنه أنا إذا ما أكلت إذا كان غذائي مو صحي حتى أختصر إذا كان غذائي مو صحي أكيد رح يأثر على التركيز أكيد البرين فانكشن الوظائف الدماغ رح تقل اوكي راح تقل واني احتاجها ان تكون بالمستوى المطلوب حتى اركز حتى ادرس حتى انجز العمل اللي انا اريد اقوم به. فبشكل اساسي اول نقطه هي اول نقطه لازم يكون الغذاء حتى يكون جسمي صحيح. النقطه الثانيه وهي ايضا مهمه الرياضه مو بس مهمه جدا مهمه الرياضه. اني اذا جسمي خامل جسمي ما يتحرك الدوره الدمويه مالتي ما تتحرك بشكل جيد يعني قاعد 24 ساعه يعني اقعد الصبح من النوم كل شيء ما اسوي غير بس قاعد بالفراش او قاعد على المكتب او قاعد على الكرسي قاعد بالقاع قاعد بس اقرا ما اتحرك حركتي باليوم تكاد تكون معدومه فاكيد هذا الشيء اثر على التركيز. فمن اروح مثلا للجيم او امارس الرياضه مثلا مو الا بالجيم ممكن بالغرفه تمارس الرياضه ممكن مثلا تطلع يعني تركض تطلع تمشي بس مو المشي هذا اللي يجي تمشي شويه لا تمشي شويه هي هذه تركض مثلا الى اخره تمارس الرياضه تخلي دقات قلبك تصعد لفتره معينه بهذا المعنى يعني دقات الريت مال دقات القلب اوكي تصعد لفتره معينه هذا الشيء اللي راح يحرك الدم بجسمك راح الدورة الدموية تكون صحيحة راح تتنظم أمور معينة راح تتنظم كثير الهرمون ريجوليشن هما ترى راح يصير يعني هواي نقاط معينة راح تتنظم. احنا مو بصدد نتحدث عن شنو اللي يصير بداخل جسمي في صدد نتحدث عن موضوعنا الأساسي اللي هو التركيز. فأنا عندي الرياضة مهمة وعندي الغذاء قبل الرياضة مهم جدا وأكو أطعمة معينة مثلا القهوة اكو رابط ان شاء الله راح رابط الفيديو راح لكم اياه اسفل الديسكربشن لطالب طب او اعتقد طبيب صراحه ما متاكد مصري تحدث عن القهوه والقهوه اساسا هواي اكو فيديوهات متحدثه عنها ما راح اتحدث عن القهوه ولكن القهوه شيء جيد القهوه تساعد جدا بالتركيز. الاوميجا 3 ايضا الاوميجا 3 تساعد بالتركيز انه الاوميجا 3 احنا طبعا ممكن ناكلها من السمك من الجوز اكو بذور الكتان ايضا بها اوميجا 3 ولكن اكو مصدر حيواني يعني واكو مصدر نباتي. بشكل اساسي المصدر الحيواني اكيد له قيمته اعلى من المصدر النباتي يعني ممكن مثلا انت تاكل كميه كبيره من الجوز او تختصر هاي الكميه الكبيره بقطعه من اللحم السمك اوكي بهذا المعنى. يعني تناول السمك الافضل يكون طازج يعني تناول السمك بشكل عام انه تحصل على مصادرك من الاوميجا 3 هي موجوده بالسمك او الجوز او الا بذور الكتان هاي اللي اعرفها اكيد اكو اكثر بعد. القهوه ايضا القهوه راح تساعدك بشكل كبير على التركيز ولكن مو معناته تصير مدمن يعني باليوم الواحد. انا مثلا شخصيا اشرب كوب قهوه واحد باليوم ما اشرب اثنين ما اشرب اكثر من واحد ليش؟ لانه يعني خلاص هو احتاج واحد بس ما اريد ازيد القهوه ما اريد اصير اوفر يعني بس هو تقدر من واحد الى ثلاثه حسب يعني مثلا الرجل البالغ من واحد الى ثلاثة الانثى على ما اعتقد اقل الحامل اقل الطفل اقل او المراهق اقل فاكو قايد لاين معينة راح تشوفوها بالفيديو. هاي نقطة الثالثة اللي هي اطعمة تزيد التركيز. النقطة الاخرى احنا تحدثنا عن الصحة ايضا اكو نقاط معينة احيانا ان يكون الدايت مالتي صحيح وكل شيء تمام وانا قاعد اكل قاعد امارس الرياضه قاعد اشرب القهوه قاعد اخذ اوميجا 3 قاعد اسوي كل هاي الامور ولكن ايضا احس انه التركيز عندي بمشكله.
هنا النقطة راح تتجه إلى نقاط معينة. أحيانا يكون أكو ديفكتس بجسمي، يعني أكو مشاكل صحية عندي أو أمراض معينة أو أشياء ما منتبه لها بجسمي، فإنه بالنهاية أكو ديفكتس بجسمي أحيانا تكون تسبب إنه امتصاص مثلا للأغذية اللي أتناولها مو بشكل جيد. مثلا أكو أحيانا يكون عندي أنيميا، أوكي، فقرة دم. الأنيميا بسبب إنه مثلا أجزاء من الأمعاء الدقيقة السمول انتستين، فهذه الأجزاء من الأمعاء هي المسؤولة عن امتصاص فيتامينز معينين أو مينيرالز معينين. بالنهاية هذين الفيتامينز والمينيرالز إذا ما امتصيتهن راح تسبب إنه ما راح أصنع الـ RBCs اللي هي الكريات الدم الحمر بشكل يعني كافي. بالنهاية راح تسبب إنه الدم مالتي او الـ RBCs او كريات الدم الحمر الموجودة بالدم مالتي قليلة، فما راح تكفي انه توصل لي الغذاء لكل الخلايا وبالاهم الدماغ او بالاخص الدماغ اللي احنا اساسا نريد نزيد الفانكشن مالته. فبالنهاية اكو احيانا امراض صحية، مشاكل صحية ممكن تسبب انه انا ما عندي تركيز بكمية كافية. فاللي يشوف انه اكو يعني انا كل شيء عندي مضبوط بس تركيزي قاعد يعني تركيزي قليل وادائي يعني بشكل ملحوظ، وانا قاعد امارس رياضه وقاعد اكل بشكل جيد واشرب قهوه وكل يعني كل الفيتامينز والمينيرالز والدايت الاساسي اللي هنا البروتين الكربوهيدرات والليبيد، وايضا عندي الفيتامينز الفيتامينات اخذهم بشكل جيد، وعندي المينيرالز قصدي به هنا يعني الاملاح المعدنيه اللي أخذن، اللي ممكن أخذن من المي وممكن أخذن من الأكل بشكل أساسي. يعني مو ضروري نفكر إنه أنا قاعد أخذ مينيرالز ولا لا، أنا ما قاعد نأخذها أساسا من الدايت. فكل ذي أنا قاعد أسويه، أنا قاعد أمارس الرياضة، ولكن باقي إنه قاعد أحس نفسي خامل دائما، قاعد أحس نفسي يعني بالقوة قاعد أقدر أركز. فممكن تكون عندك مشاكل صحية، فالأفضل إنه تعالج هاي النقطة. طيب لهنا إحنا عرفنا شنو المشاكل أو الأمور الصحية. نجي للأمور النفسية. الأمور النفسية أحيانا ممكن تكون أنه يعني أنا مثلا حزين، أنه مثلا لا سامح الله يعني أنه أحد أقارب توفى أو أحد عزيز علي توفى، فممكن يسبب هذا حزن، وبنهاية صار تفكيري بهذاك الشخص أو بهذا الشخص اللي توفى، مو بالمادة مو بالعمل اللي قاعد أقوم به. أو ممكن يكون مثلا أنه يعني مرة هاي قصة صارت وياي، قصة كلش طريفة. مثلا أريد أشتري موبايل جديد، فصالي يعني من فترة ما مستخدم موبايل جديد، يعني ما داخل الحياتي موبايل جديد، ما متعرف على موبايل جديد. فإنه يعني المفروض يفتح محل الموبايلات بفلان وقت، وأنا قبل هذا الفلان وقت طبعا كان عندي دراسة، فقعدت أريد أدرس. طبعا تركيزي كله يعني مو دراسة، بالموبايل. فالدرجة أنه أنا ما أدري أساسا إيش قرأت قبل لا أروح. فبالنهاية طبعا أنه كان تركيزي بالموبايل، ما كان تركيزي بالدراسة. بهاي الطريقة فأنا المفروض أنه أهيئ الظروف المناسبة اللي تخليني نفسيا مرتاح، أو مو يعني أحيانا أوكي أحيانا تخرج الأمور عن السيطرة أوكي، بس أنه لازم أنتبه أنه أكو أمور معينة تخلي تركيزي يقل، فأنه أحاول قدر الإمكان أهيئ الظروف المناسبة. أحيانا مثلا أنا شخصيا ما أحب صراحة أنه يعني أحيانا أمور معينة تشغلني تخلي تركيزي كله يروح. منها مثلا أنه أقعد أني أدرس ووالدي مثلا يصيح لي يقول لي مثلا هي بس 5 دقائق سوي فلان شغلة، وهو أنت هاي 5 دقائق تعرف اللي سوت بي، اللي سوته أنه سلسلة أفكاري قطعتها. أنا استعدادي أكون بأوقات معينة من اليوم مستعد أنه أدرس، يمكن بأوقات ثانية ما أكون مستعد، ورح أتحدث عن النقطة بعد شوية. فانه بالنهايه لما انت تجي تقطع سلسله افكار، انت يعني بشكل اساسي انت ما اخذت بس 5 دقائق، انت اخذت يمكن سلسله افكار كلها. فهاي النقاط هنا انه انت من تقعد تدرس انه خلي ما حد يشغلك، انه بس انت قاعد انت والكتاب والماده والفاسيلتيز اللي ممكن تستخدمها للدراسه، يعني الفاسيلتيز قصدي بهن يعني اللابتوب او الايباد او اي شيء انت تستخدمه للدراسه. فخليك بلقاء عاطفي ولقاء رومانسي وياهن وبس، اوكي، لا تلتقي مع الكرة الارضية كلها بنفس الوقت اللي تلتقي مع ذولا، لان ذولا لا يعني لازم يكونون برايفت، ما ينفع ان تلتقي وياهم مع شخص راح يغارون وبالنهاية ما راح يعطوك الناتج اللي تريده. فهاي النقاط انه لازم ننتبه لها، لازم نفكر بيها. اما النقطة
الأخرى. طبعا هذا كله الجزء الأول من الفيديو. الجزء الثاني من الفيديو، الجزء الثاني راح أتحدث به، طبعا هو عمليا هو ماكو فصل، هو نفس الموضوع، ولكن خلينا نقول إنه هذا كله كان بكفة، واللي بالكفة الثانية اللي راح أقولها هسه اللي هو أولا إنه هو شنو التركيز أصلا. طيب احنا قاعد نتحدث عن كل هاي الامور اللي هي تزيد التركيز، طيب هو التركيز شنو اصلا؟ انه شنو قصدنا بالتركيز؟ ممكن يتبادر الاذهان انه هو شنو التركيز اصلا؟ انا عن شنو قاعد اتحدث اصلا؟ انه ليش دا افكر بيه؟ هو شنو بالضبط؟ التركيز هو ببساطة، يعني ما راح اعرف تعريف علمي وكذا، بس ببساطة انه انت تقعد يكون دماغك هاي النقطة هنا، أنا دماغك مشتغل بطريقة فعالة جدا بالعمل اللي انت قاعد تقوم به بأقصى قدر ممكن تصل، بأقصى قدر من الفعالية ممكن تصل إليه، أوكي، بالشغال يعني الدماغ بالعمل اللي انت قاعد تقوم به، سواء كان دراسة ولا شغل ولا أيا يكن، أوكي. ودائما لما توصل لمستويات عالية من التركيز أكيد أدائك رح يزداد أكيد. فإحنا هاي النقطة اللي نريد نوصل لها، اللي نريد نوصل لمستويات عالية من التركيز. يعني بالكفة الأولى، تحدثت عن الصحة والغذاء والآخره من هاي الأمور، الصحة والعوامل النفسية، وأنه أشغل نفسي تماما، يعني أبعد عن الأشياء اللي ممكن تعطلني. الآن هسه المفروض نتعلم أيضا أساليب معينة تزيد من التركيز. أنا مثلا أقعد الصباح الساعة 8، أنه يومي بكثير من التفاصيل. أنا مو بس طالب، أنا طالب وابن ويمكن زوج، وبالنسبة للفيميل أنه ممكن تكون زوجة، ممكن تكون أم، ممكن يعني ممكن مثلا تكون هي مرتبطة بكذا جهة، مثلا مو فقط هي طالبة وتدرس، ممكن يكون عندها كثير من الأمور مو بس هي طالبة وتدرس. فالنقطة المحورية هنا هو أنه أنا أنظم وقتي. تنظيم الوقت عامل جدا مهم جدا مهم جدا مهم بالتركيز. لأنه أنا مثلا أكون مثلا يعني نفرضها بهذه الطريقة، أنا قاعد الساعة 8، أول نقطة تركيزي راح يكون على شنو؟ لازم أتريق، أو لازم أسوي الشيء اللي أنا متعود كل يومي أسوي الصبح. ممكن أروح أمارس الرياضة، ممكن مثلا أنا الصبح ما أبلش يومي إلا مثلا أتحمم، أدخل حمام أسبح وكذا حتى أتنشط، أنه مثلا أنا الصبح ما أبلش يومي إلا أسوي فلان شيء. فتنظيم الوقت، عملية تنظيم الوقت، أنا يكون عندي تنظيم لحياتي اليومية. مثلا كملت كل هاي الأمور، الفعاليات الصباحية اللي أسويها أيا كانت، بعدها تريقت، بعد الريوق ممكن أكون مثلا حسب أنه أيام دوام أو مو دوام، أو خلنا نفرض يوم عطلة، أنه بعد الريوق أنه أنا أكون مستعد للدراسة، أو أنه قبل الدراسة أسوي عمل معين. القصد من كلامي أنه أنا أكون بجزء من اليوم، هذا الجزء أنا أو مكرسة للدراسة، فإنه يكون استعدادي النفسي واستعداد دماغي واستعداد حتى الظروف، اللي حولي أهيئها، أقول أنه بهاي الثلاث ساعات من اليوم أو بهاي الساعتين من اليوم أنا أقعد بس أدرس. فيكون عنوان هاي الساعتين من حياتي هي الدراسة. فهمتوا الفكرة؟ فالقصد أنه أنا أنظم وقتي بحيث أنه تتسلسل الأحداث وتتسلسل أحداثي اليومية، بحيث تؤدي بي إلى أنه استخلصت ساعتين من هذا يومي، هاي الساعتين ما أكون منشغل بشيء غير الدراسة. فمثلا لنفرض أنه أنا مثلا يعني عندي كذا واجب أو كذا شيء لازم أهتم به بهذا اليوم، ويكون مثلا أنا أريد أشغل هاي، أو شو أريد نقول، أحشر هاي الساعتين أو أحشر هاي الساعة من يومي أدرس بيها أو أقرأ بيها فتشي. أنا من راح أحشر هاي الساعة ممكن أكون أنا قاعد أدرس وقاعد أفكر وخاف بعد ما لحق أكو شغلة لازم أسويها، أكو نقطة معي لازم أهيئها، أكو بهذا. فراح يكون فكري متشتت، فكري تشتت، راح يصير عندي تشتت. فلازم احنا حتى نتجاوز مسألة التشتت ونتجاوز هذا اللي قاعد يصير، لازم يكون اكو تنظيم للوقت. فعملية التنظيم الوقت شيء جدا مهم.
طبعا نظمنا وقتنا وخلينا انه التركيز بشيء معين، انه خلص انه هاي الساعتين من اليوم او ثلاث ساعات من اليوم، او حسب انه يعني مثلا انا شخصيا ما ادرس متواصل، يعني مثلا ممكن ادرس باليوم خمس ساعات، بس هذين الخمس ساعات ما يكون بنفس الوقت، لانه ايضا هذه الدراسه بكميه كبيره. مثلا انه اكو احد الابحاث تقول انه الدماغ يقدر يركز بالدراسة، يعني ركز لمدة 40 دقيقة، بعد هاي 40 دقيقة لازم تقوم تغير الوضع اللي انت بيه، تقوم مثلا تمارس رياضة شوية، او انه مثلا تقعد تاخذ ريست وتقعد تفكر باللي انت درسته قبل، انه تسوي اي شيء بحيث تغير الوضع اللي انت بيه حتى ترجع بعدين بتركيز اعلى. فايضا هذه من النقاط المهمة، انه انا ما لازم اخذ وقت طويل جدا مثلا خمس ساعات بالنهاية، لانه definitely هذين الخمس ساعات يمكن تكون الناتج الحقيقي ما لا تنجز لساعات بس بالنهاية، انه قاعد يصير عندي مضيع للوقت. فهمت الفكرة؟ فأنا مثلا شخصيا انه اخلي بساعتين مثلا او ثلاث ساعات، بهاي ثلاث ساعات انا اقعد ادرس، اهتم بموضوع معين، بعدين انه اخلي ريست او مثلا اسوف انجز فد شيء ثاني معين مو دراسة، وبعدها ارجع للدراسة يعني بعد انقطاع لفترة معينة. فبهذه الطريقة، هذه ايضا طريقة فعالة، وطبعا كل واحد يقدر هو يسوي جدول لنفسه حسب ما يتناسب ويا رغباته، يتناسب ويا تفاصيله بشكل عام، فانه يتناسب مع احتياجه. فبالنهاية يقدر يسوي جدول الخاص وينظم وقته بطريقة خاصة تليق به فقط، ويمكن ما تليق بالشخص الثاني. فلا تروحون تأخذون جدول إنه جدول لحياتي اليومية استند بيها على جدول حياة شخص ثاني، إنه مثلا عبد الرحمن يسوي هيك شيء لازم أنا أخذ هذا الجدول مادة نفسه. لا، أنت ممكن يكون عندك جدول مختلف، ممكن يكون عندك شخصيتك مختلف، كلك مختلف أساسا، فإنه لا تعتمد على شخص ثاني هو أيضا مختلف عنك وتطبق نفس الجدول مالته. هاي نقطة دائما أذكرها. طيب أيضا المسألة صراحة لطيفة، أثارت اهتمامي جدا جدا، أثارت اهتمامي. يقول إنه لما تروح أنت للجيم تتمرن، العضلة اللي تتمرنها إذا ركزت دماغك، خليت دماغك يركز، أنت ركزت ذهنيا، ركزت إنه مثلا أنا أريد أركز بهاي العضلة مثلا، يعني أصير مثلا إنه البايسبس مثلا من تلزم الشفت او تلزم الوزن وتتمرنهن سوية اليمنى واليسرى، فاذا ركزت على اليسرى اكثر ممكن على اللونج تيرم، يعني بعد مدة معينة اليسرى راح تكبر، راح تصير حجم العضلة اكبر من اليمنى، مع انه انت قاعدة تحملهن نفس الاوزان نفس التكرار وبنفس الوقت، اوكي، وقاعد تاكل نفس الغذاء بين وكل نفس الظروف، مع اختلاف نقطة انه انا قاعد اركز باليسرى اكثر من اليمنى. فهاي النقطة يقولون انه اليمنى تكبر اكثر، اليسرى تكبر اكثر من اليمنى، انا قاعد اركز باليمنى. مثلا اكون انا بالمراية قبالي مثلا، انه من اتمرن اصير المراية على الجهة اليسار مالتي، فمن اتمرن بهاي الطريقة انه راح اشوف العضلة اليسرى، يعني اشوف فقط العضلة اليسرى، اليمنى ما اشوفه كأنه هاملها تماما. فبهذه الطريقة يقولون انه ممكن العضلة اليسرى تكبر اكثر من اليمنى. صراحة انا يعني كبحث علمي دقيق والى اخره ما اطلعت، ولكن ما استبعد ابدا هذه الفكرة، ابدا ما استبعدها، وممكن هي فعلا اساسا. مرة ما اعرف اذا تشوفون ناشنال جيوغرافيك، هاي القناة اللطيفة، مرة يقولون انه اذا مجرد انت تفكر، يعني تقعد بينك وبين نفسك ذهنيا تتخيل انه انت قاعد تتمرن، تزداد كتلتك العضلية يعني بمقدار نصف، يعني 50% من، يعني مثلا بالتمرين تزداد بكمية معينة، انت مجرد ان تقعد بينك ذهنيا تفكر راح تزداد بنسبة 50% من ما هي ازدادت عليه بالتمرين، يعني بهذا المعنى. فانه شيء جدا لطيف يوصلنا الى نقطة، انه لما اني اركز دماغي ذهنيا، ذهني كله راح يساعدني بالتقدم في شيء معين. فهاي الفكرة، يعني هاي الفكرة صراحة حبيت أوصلكم إياها، وهاي القصة اللطيفة الظريفة، المعلومة الظريفة الخفيفة اللطيفة. الشيء صراحة مبهر، شيء مبهر إنه يعني الجسم البشري له قدرات هائلة، إنه أنا ليش تاركها ما أستخدمها؟ هذا السؤال اللي المفروض أسأل نفسي، إنه ليش أنا تاركها؟ إيش وقت أستخدمها إذا ما استخدمتها؟
طبعا اغلب اللي قاعد يشوفوني هم طلاب اكيد شباب يعني اكيد بعدكم بمقتبل العمر، المفروض هسه تتعبون، هسه المفروض تتعلمون مهارات وتتعلمون طرق تزيد من انتاجكم. اذا هسه ما زدت من انتاجك شو وقت تزيد من انتاجك؟ شو وقت تكون هذا الانسان اللي قاعد ينجز ويبدع؟ شو وقت؟ لما يصير معك 70 سنة؟ شو وقت؟ هذا السؤال انت تسأله نفسك وتجاوب عليك وتجاوب عليه بينك وبين نفسك، انه بلش بعد هذا الفيديو، بلش خطط لهذا الشيء، خطط انه انا اريد اتفوق، انا اريد ازيد من مهاراتي، اريد ازيد من انتاجي. ما اريد اكون مثلا انه دخلت مثلا على سبيل المثال كلية الطب، او هاي اول 3 سنوات من كلية الطب درست بيها تخرجت من عندها وتقريبا انا ما فاهم الطب تقريبا، او بلشت بالسنة، طبعا هذا انا قاعد احكي على طب الكوفة، بلشت بالسنة الرابعة وكأنه انا ما عندي معلومات، وكأنه ماكو معلومات، فأبلش أبني من جديد معلومات وأعيش السنة الرابعة والخامسة والسادسة وكأنه هي منفصلة عن السنة الثالثة. لا، أنت خلي كل سنة من حياتك، كل يوم، كل لحظة من حياتك كن إلها فائدة، كل لحظة دراسية تقعد بينك وبين نفسك تدرس بيها، كل حتى لحظات الترفيه، حتى لحظات الببج بتاع ببجي، خلي هاي اللحظة أنه أني يعني بيني وبين نفسي أنه أني قاعد أترفه، قاعد أرفه عن نفسي حتى بعدين أقوم أدرس أو بعدين أسوي فد شيء يكون بإنتاج معين، إنجاز معين. أنه هاي الفترة من حياتي فترة الشباب، فترة هاي الفترة اللي أنا قاعد أمر بيها، فترة الجامعة، فترة الدراسة، حتى كانت مدرسة، كلية، أيا يكن، أنه هاي أنا لازم أنجز بيها. إذا ما أنجزت هسه شو أنجز؟ إذا هسه ما صنعت لنفسي شيء جيد شو كنت المفروض أصلا؟ هنا أنا انتهى الفيديو، تعرقت طبعا رقت لأنه شربت قهوة، وتشرب القهوة تزداد الميتابوليزم بشكل نسبة 11%، فلهذا السبب يزداد الأعراق، بالإضافة إلى أنه أنا ما فاتح أي وسيلة تبريد وتكييف لأنه حتى ما يطلع صوت هذا الفيديو، إنه إذا أفتحها رح يصير صوتها على من صوتي definitely. نلتقي إن شاء الله بفيديو آخر، أتمنى هذا الفيديو نال إعجابكم، وأكو بعد فيديو ثالث غالبا رح أصوره هسه بعد ما أعرف، فنلتقي إن شاء الله بفيديو آخر.